الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أكد الزعيمان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن. كما حذر الزعيمان من خطورة الدعوات لتهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وشدد على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري على نحو مستدام. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين. وجدد أيضا الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني ولجميع أعمال استهداف المدنيين، مع التأكيد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدة الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع. جاء ذلك خلال استقباله الفريق أول مايكل كريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لخفض التصعيد. وأكد الرئيس السيسي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، أخذا في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته. يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انتظارهم عند معبر رفح، آملين في أن يكونوا خلال ساعات وسط الأشقاء في فلسطين لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة. استشهد 8 فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة. وأشارت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن القصف أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة والتي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن مكان آمن، مشيرة إلى أن شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 3785 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، بينما أصيب أكثر من 12000 جريح. أما في الضفة الغربية فارتقى 74 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين ستزيد المساعدات الإغاثية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 50 مليون يورو مع تفاقم الأزمة الإنسانية والتي يعاني منها أكثر من 2 مليون شخص هناك. وأضافت أن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وضعت وكالة مودز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت الوكالة قد حذرت إسرائيل الأسبوع الماضي من استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتمانية.